أيضا راح نتكلم عن بعض الأشياء التي تختص فيروس الأحادي. هذا الفيروس ممكن يسبب الشعور بالضيق والتعب لما يلتهب الحلق، والشعور الطفل أنه ليس على ما يرام، والشعور بالإرهاق، أيضا فقدان الشهية ورجاع في العضلات. أيضا ممكن تكون في أوجاع بسيطة في العضلات الظهرية والجسمية والرجلين والفخذين والكتفين واليدين والرقبة، خاصة إذا كان الطفل قد تناول المضادات الحيوية مثل الأمبيسلين أو الطفح الجلدي، الأموكسيليسلين. أيضا ممكن يكون بسبب الصداع، يسبب صداع وقثيان وألم في البطن. وطبعا الأعراض التقليدية لالتهاب الفيروسي الأحادي. من الناحية الأخرى، فإن الأعراض التهاب الحلق عند الأطفال الذين لديهم التهاب الحلق الناتج من عدوى فيروسية تشمل في معظم الأحيان السعال والكحة والإسهال والاحمرار في طبقة اللوز، وأيضا ممكن تشوف احمرار بسيط في العين، وأيضا تقرحات الفم وتضخم الصوت. وأيضا يعاني الطفل من سيلان الأنف. من الضروري استشارة الطبيب المتخصص في هذا الموضوع. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.